نفضل نموت بالوباء وما نموتش بالجوع. نفضل انا يقتلني الوباء وما نموتش بالجوع. بركة الدولة الله يسمح اللي دار هذا القرار هذا، بركة عليهم انهم عيدوا بينا. ما فهمتش انا هذا القرار اللي تخدا، واش درسوه؟ واش خداو الحيتيات ديالو؟ واش عرفوا اشنا هي النتائج ديالو؟ بدا الصيف، بدا الذروه ديال الخدمه، حبس كلشي. الناس خايفه على راسها، الناس راه خايفه على راسها. كنعاود ناكد على هذه الكلمه باللي الناس خايفه على راسها. بنتي واش غادي نقول لك، كان بالنسبه لينا بحال شي فاجعه، صدمه. كتقرا هي وكتشوفي وما كتيقيش، كتقولي لا راه غير كنحلم، لا راه ما يمكنش. راه عرفتي استغلينا الليل كامل، معظم وماشي معظم، نقول لك الكل يعني كاع لي تخيطو كاع ممولي الحفلات ما قدوش ينعسوا ديك الليله، بيتي الفايقين غير باش يستوعبوا هاد الفاجعه هادي. واش هاد الشيء بصح اولا كذو؟ ما بغيناش نتيقوها، عرفتي شنو؟ ما بغيناش نتيقوا، ما بغيناش كاع تدخل لنا لراسنا. بقينا كنقولوا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. والله اضرار كبيره بزاف، هي كانت اضرار اصلا ودابا كملت. هي اصلا في البدايه في البدايه مرة هذه عام اونس وحنا في الاضرار. راه المشاكل اللي وقعوا، راه الصيف العام اللي فات نورمال كي بدا الصيف، بدات الذروه ديال الخدمه، حبس كلشي، حبس كلشي. السلعه بقات لنا في ريوسنا، الماتيريال بقى لنا في ريوسنا، الحوايج قدامو عندنا. اللي كان جايب شي سلعه ديال الماكله ضاعت ليه، اللي واصلا ما كناش جامعين. يعني احنا الصيف هذاك هو المتنفس الوحيد عندنا حنا كاملين، كاع هذا الدومين ديال الاعراس هذاك هو المتنفس الوحيد. راه المشتره ما كيكونش فيها الخدمه، راه بيان سيغ الناس ما كتكون فيها حتى حاجه. حنا كنعتمدوا على الصيف باش كنعيشوا المشتره. ملي تسد الصيف الاول، اصلا الصيف كنا فوتناه مبلع، يعني ما خدمناش. جا المشتره ما خدمناش، جا الصيف عاوتاني ما خدمناش. يلاه تلقوا لينا هاد الاسابيع القليله، يلاه بدينا كنوقفوا نحاولوا نوقفوا ريوسنا. ما راه كان صعيب علينا باش نوقفوا، ولينا درنا شيكات جداد، ولينا درنا كريديات جداد، ولينا قلنا بسم الله يعني صافي الحمد لله، راهم بدات الحوايج كترخف، غادي نبداو نخدموا. بداو الناس كتجي كتزعم كتعطي العربن ديالها. عرفتي شي عريسات جاو عندي قسما بالله العظيم الا تبكي معاهم، وحق الله واحد جوج عرسان جاو عندي هنا بكينا معاهم. قالت لي اختي عامين وانا وراجلي كنخدموا، حنا ما عندناش اللي عتقنا وما عندناش اللي رحمنا. عامين عامين وانا كنجمع وراجلي يجمع. قالت لي عامين باش انا كنخدم وهو يخدم، فغيمو حالتهم لو كنشوف فيها راه لا اله الا الله. قالت لي عامين وحنا كنخدموا، تعرفي اختي، قالت لي حنا ما كنتكسوا وما كنتصبطوا وما كنلبسوا، بغينا نديروا غير عرس زوين، ما بغينا حتى شي حاجه. قالت لي وكونفيرمينا مع لاصال وخلصنا له الماكله، كانوا عندي حتى انا في التنقاف مخلصين لي كل شيء. قالت لي دابا كي نديرو؟ قالت لي حنا حوايجنا، قالت لي مخلي انا لبسه وهو جايب لبسه، ما عندناش. قالت لي ما وجدنا حتى حاجه، قالت لي بغينا غير نديرو عرس يعني، وعرس ما اصلا. قالت لي حنا العائله ما عندناش، قالت لي كون كانت عندنا العائله ما غاديش نوضو نخدمو ونوضو نبحتو باش عامين انا وياها كنضربو الكوفي باش نوضو باش نديرو عرس. وفي التالي في النهايه قالت لي كي وعندها نهار اثنين عرسها، بكات هي رجلها هنايا ما قديتش نشوف فيهم، هي كتبكي والراجل تعرفي شنو هو الراجل ملي كيوصل الراجل كيبكي. راه لك كارثه، راه كارثه ملي يكون الراجل يبكي، راه كارثه. راه الراجل تلقي راجل واقف بالطول ديالو بالمستاج ديالو كيبكي، راه مشكله. النهار اللي درنا الاضراب وقفنا، يعني وقفه احتجاجيه ماشي اضراب، هذاك اللي انا ما كنسميه لا اضراب ولا هذيك وقفه احتجاجيه، باش نطلب نطالبوا غير بشويه من الحقوق ديالنا، ما بغيناش اكثر. كيما عطاو 50% للقهاوي، 50% للشواطئ، 50% للبيسينات، وغير وغير وغير، وكذلك حتى حنايا فراسك وحق الله العظيم الناس كتخاف على راسها. راه لي صال اصلا اللي حنا خدامين فيهم والله ما تيجيو العدد الناس ما كيجيوش، الناس خايفه على راسها. كتلقاي لا صال خاويه كتصفر، مع العلم حنا ما كناش مولفين هاد، ما كناش مولفين. انا لا صال تكون خاويه مولفين، الناس كتكون ناشطه وعامره وهذا. دابا ملي تلقوا لنا لي صال، الناس اصلا خايفه على راسها، ما تتجيش ما كتحضرش، يعني خاويه لا صال خاويه. واصلا ما الخدمه تتكون الحمد لله كنقولوا معليش ليسونسيل، انا داك السربي راه يترزق، ديك النقافه راه ترزق، النقاشه النقافه هجاله عندها وليدات، راجلها ما خدامش، اللي عندهم مرضى هازينهم وهما يعني ما عندي. النقافه هي عندها 5 ديال البز، وولدها معاق، ولدها مونغوليا يعني ليكوش، وهي المعيل الوحيد ديال الاسره ديالها، وخدمتها حنا كتخدم النقش بالنهار وفي الليل تخدم التنقاف باش تقدر تزطط المصروف ديالها والكريه وتخلص.
يعني ملي كتوصل لهاد الحاله هادي اشنو اشنو ما وما كاينش دابا ما كاينش تقطعت حنا نعياو تعيا انت ما تمدي تعيا وين راه شحال قدك انت اصلا يعني تقطع عليك كلشي البيبان تسدو مني غادي تجيبي لهم منين ما كاينش ما كاينش ما كاينش لا شتي كاينين الناس كاينين الناس اللي شرات الدجاج وشرات اللحم وشرات تقدات الديسير ديالها حتى من العطريه وجدتها وكلشي وحاطه يعني هما عارفين بلي اصلا الناس ما كتبغيش تجي راه ملي كتعرضي تتعرضي واحد العدد ما تيجيش كيجيك واحد العدد قليل لان الناس خايفه على راسها الناس راه خايفه على راسها كنعاود ناكد على هذه الكلمه بلي الناس خايفه على راسها اصلا ما تيجيوش المعروضات كتعرضي ودائما كالماكله كتشيطوا لهذا لان ما كيجيوش الناس الناس كتخاف على راسها دابا حاليا راه خمسه ديال الطوابل لا وصلتي لهم راه ما كاين بحالك حد راه الا عندك خمسه ديال الطوابل انت وجاو حضروا راه ما بحالك حد راه كنقول لك بين العروسه والعريس بين لا فاميل العروسه والعريس ما كاين بحالك حد حنا ما بغيناش نقول بصح باش تجي تقطع الرزق ضربه وحده هذا الانسان هذه الخدمه هذا الدومين بالضبط ما يخدمش نهائيا يتسد راه طما كبرى راه مصيبه بالنسبه لينا حنا راه ما بقيناش قادين عيينا بزاف وكملت هاد الهضره تهدينا عندي بنت مازال ما قدتش من نهار اللي وقفوا الخدمه راه سميتها خالده وتخدم معانا راه والله ما دابا مازال مريضه دابا ما قدتش راه مازال مريضه جاتها حاله نفسانيه ما تصوريش على بالنا هي مرا مطلقه وعندها جوج الوليدات وهي المعيل الوحيد ديال الام وجوج خوت في الدار صغار يعني هي المعيل الوحيد ديال ديك الاسره مني غتجيب هي انا خدمتها تنقاف هي معوله على هاد الخدمه هادي ما عندها حتى شي حاجه بلاصه اخرى فين تخدم هادي هي خدمتها هذا هو طرد الخبز ديالها تقطع ما كاينش فراسك الناس كتقول لك حنا لو كنعلمونا ما نعيدوش ما نشريوش حنا قال لك تسلفنا لان الدارين باغي يخدموا تسلفنا وفرحوا وليداتهم بالعيد لو كنعلموهم ما يعيدوش ما يشريوش ونتضامنوا حنا مع الناس كاملين حتى حنا ما نعيدوش بحالنا بحالهم ما نعيدوش ما نشريوش هاد الضحيه هادي لان بركه الدوله الله يسمح اللي دار هاد القرار هذا بركه عليهم انهم عيدوا بينا حنايا راهم عيدوا بينا ماشي يشوفوا من حالنا راه هاد الخدمه هذا راه ماشي العرسات راه ماشي عرس راه العرسات راه مشروع كبير اللي كيمشي للقزار الخضار مول النعناع الديسير مولات الحلوى الخياط التالي اضعف الايمان السيكوريتي اللي عند الباب السربايه النقافه راه امه لا اله الا الله اصحاب المال المناظر تخيلي واحد العدد هائل ديال المال اللي كيتمشى في العرس يعني دابا حتى حاجه ما كاينه كلشي يوقف يعني كلشي حبس ما شافوش بينا بعين الرحمه ما شافوش بينا كشعب مغربي ما شافوش بينا باللي حتى حنا عندنا ما بغينا حتى حاجه ما يعطيوناش اسيدي ما بقينا بغينا حتى حاجه ما يعطيونا حتى حاجه لان كانوا كيقولوا غيعطيو الدعم وكانوا ما شفنا لا دعم ما شفنا حتى حاجه لا عندك البنات اللي معانا راه كل واحد اشنو بغاو هاد البنات يديروا اللي كل نقافه عندها علق لا واحد 21 بنت ديالها كتخدم معاها هاد البنات هادو اللي ما غاديش يخدموا اشنو بغيتوهم يديروا هاد الدراري هاد اللي جو اللي كيديروا الهزه وكيسربيو وكيديروا الحماله وهذا اشنو بغيتوهم يديروا فاش غادي يخدموا النهار اللي كانت الوقفه الاحتجاجيه جا واحد السيد قال لهم اقسم لكم يمينا وحالته راه باينه من الشوفه ديالو باينه قال لهم انا المراه ديالتي ولدي وبنتي هزيتهم لدار امها انها في رمضان ما عندي ما ناكل وانا مشيت لدار الشباب ملي يقول لي راجل يقول هكذا وقدام امه لا اله الا الله ويقول لهم انا مشيت لدار الشباب ما عنديش باش ناكلهم مشيت لدار الشباب ما فهمتش انا هذا القرار اللي تخدا واش درسوه واش خداو الحيتيات ديالو واش عرفوا اشنا هي النتائج ديالو المرض حنا محتارمين ما كاينش كاع اللي ما محتارمش كلشي راه حنا دايرين الفاكسان كاع اللي راه حنا واصلين لاج ديال لو 30 كلشي داير الفاكسان حتى من البنات اللي عندي ملي سمعوا لو 30 اول وحدي نهار طلقوا لو 30 داك النهار صيفطوا الميساج ديالهم وصلهم داروا الفاكسان ديالهم كلشي داير الفاكسان يعني واش علاش كيقلبوا مازال الفاكسان حنا درناه لي بافيت والتعقيم في لاصال درناها لي صال ديال الجهه الشرقيه معروفين باللي كبار ويعني فيهم الخدمه لان حنا راه 65% ديال الجهه الشرقيه خدامه في هذا الدومين ديال الاعراس هنا في وجده ما كاينش مصانع
ما كاينش اليد العامله هنا، مول فين كيخدموا التراباندو، مول فين كيخدموا السلعه، ما كاينش. ملي تقطع ليسونس وتقطع التراباندو راه هنا نص ديال، واش نقول لك معظم اللي خدامين في هذاك الدومين ما بقاش، حيت كيتسدات الحدود وتبلعت كلشي، رجع كيخدم في العراسات، يعني ما عندهمش. هنا راه غادي الجوع، الناس راه غتولي تاكل راسها، راه غتاكل بعضياتها، ما كاينش صافي. وصلنا لواحد الحاله اللي ما بقيناش قادرين نسكتوا، هذا ما كانوا كنتمنوا من سيدنا يدخل صاحب الجلاله، يدخل في هذا الشيء ويشوف من حالنا ويشوف هاد امه لا اله، ويجيو لجان ويديروا احصائيات ويجيو ويشوفوا. راه 65% واكثر اللي راها خدامه في الجهه الشرقيه غير في هاد الدومين ديال العراسات. عندنا لي صال هما الحمد لله راهم مخدمين الناس، ما نخدموش اسيدي في الديور، يخدموا غير في لي صال، ما يخدموش في الديور ويشوفوا لنا حلول، هما يعرفوا حسن بيا انا، يشوفوا لنا حلول. بصح باش يجي يقول لك قطع ضربه وحده، واحد باب الرزق سد وروح بحالك تنعس، راه ما يمكنش. و عرفوا واش وقع كيف مثلا شي عروسه او عريس مثلا اتصل بيك وبغى يرجع الفلوس ديالو؟ عندي عروسه وعريس طلقوا كاع، طلقوا في هذه الحاله هذه، ومستعده نعطي بسميتهم الا كانوا هما، يعني ناخذ منهم الاذن الا كانوا هما يقدروا يبغيو. دابزوا كاع دابزوا، قال لها ندير، قالت له انا ما غاديش نقدر ندير، واش ندير ويجيو البوليس ويجيو عندي العرس وهذا؟ قال لها ما بغيتيش جلسي في دار باك، تناقشوا كلمه مني كلمه منك. حاليا جات عندي قالت لي اختي انا لافونس ديالي صافي، انا ما غاديش ندير، تفرقت انا والراجل، والعريس وكذلك، يعني صافي كلمه مني كلمه من. قال لها انا غادي ديري، قالت له انا ما نقدرش ندير، ما انا واش ندير انا يا احنا في هذا، خفت يجيو يديروا لي ويفعلوا لي. قال لها واش الا خفتي جلسي في دار باك صافي. بقات كلمه مني كلمه منك، شتي اصلا الناس راه طفح الكيل، عيينه بزاف، عيينه وطبنا، عيينه ماديا ومعنويا، عيينه ما بقيناش قدينا، عيينه علينا في اقرب الاجل ان شاء الله. بصح ماشي الوباء من جهه والفقر من جهه، نفضل نموت بالوباء وما نموتش بالجوع، نفضل انا يقتلني الوباء وما نموتش بالجوع. هذه الكلمه هذه راه ماشي غير انا اللي كنقولها، راه كل شيء. هذا هو الشعار دابا حاليا ديال اصحاب الاعراس، يموت بالوباء وما يموتش بالجوع، لان عياو ما بقاوش قادين. كنتمنوا انهم يشوفوا من حالنا ويشوفوا لنا حلول، كيما حنا كيما القطاعات الاخرين، كي هزيتوا الهم من القهاوي وهزيتوا الهم القطاعات الاخرين، كلشي بقى خدام، كلشي المصانع والشركات كلشي بقاو خدامين، وهذا كلشي ما ريضوش شي حاجه في كازا، كلشي خدام الا قطاع الاعراس الوحيد بين القطاعات المهمش، اصلا هذا القطاع مهمش لاقصى درجه. وزاد كمل دابا مع العلم انهم خدم واحد يد عائله عامله كبيره، يد عامله كبيره بزاف، راه كنقول لك 65% واكثر اللي خدامه هنا في وجده وفي الجهه الشرقيه. هذا ما كان